ليك أنا ما بيهمني هو شو بيفكر، أنا بيهمني أنا وياك ننفد بريشنا. ترين تعرفي إذا اكتشفت إنك عم بتكذبي علي شو رح أعمل؟ شو؟ شو رح أقلك؟ لأنه حتى الحكي رح يأذيك كتير وتتمني إنك ما خلقتي. تالين بليز ما تكذبي علي، أنا ماني عامر بطران، أنا شيء أخطر بكتير. مهند ولو إلي عم تحكي هيدا الحكي؟ أنا يمكن عم بسمعك غلط. وينو هيدا الرجال اللي بيجن إذا بيقرب علي حدا؟ وينو هيدا الرجال الحنون الحساس؟ وينو؟ بعده هون، ما راح لمحل. بس لما القصة تصير إنه أنت بدك تروحي من إيدي على حدا تاني، هيدي الحنية وهيدا الحدا الحساس بيتحول لحيواني بعيدا عنك. كرمال هيك إذا بدك تلعبي استفلي، بس اوعى اكتشف انك عم تلعبي علي. ترين حبيبتي أنا آسف، الله يخليك، لا تواخذيني. تركني عامر، تركني. خليني أخذك على المشفى. إيه؟ ما بدي شيء. شلون بكي شيء؟ ليكي عينك كيف مزرقة؟ بدي أخذك على المشفى، امشي. هلأ بحط له تلج وبيروق، ما تحت همي. سامحيني مشان الله، يعني كانت تنكسر إيدي ولا مد عليكي، والله مو بقصدي. كل شي كنت مصدقه إلا أنك تعملي هيك. كنت مصدقك عن جد، مفكر أنه أنت فعلاً بدك ولد مني. بس أنا ما كذبت عليك. لكن ليش كنت عم تعملي هيك؟ ليش كنت عم تمنع جسمك أنه يحمل ابني؟ لأني ما نسيت. شو؟ لهلأ ما نسيتي؟ ما نسيت ولا رح أنسى.